دكتورة طمنيني، كيف وضعه هلأ؟ عملنا اللي بنقدر عليه، العملية كانت صعبة كتير. برأيي تكوني جاهزة لأي شيء. يا ربي يا ربي، دخيلك ساعدنا. تمام حنان، أنا جاي. كيف وضعه هلأ؟ دكتورة قالت كونوا جاهزين لأي شيء. ديالا أختي، لا تنهاري هيك. سمعتي الشيخ يعقوب، وهو اللي أعطاك المهمة، ما عم يحكي على الفاضي. بتعرفي أنت هالشي؟ أنت هلأ بس كوني جاهزة لتعملي كل شي بيتعلق بهديك الليلة. إن شاء الله طارق كمان رح يحضرها. كيف كانت التحضيرات؟ ميسون أبدت أول رأي إلها، ما رح نقدر نشتغل بالمدرسة، ومن بكرة لازم نلاقي مكان جديد غير هنيك. رح نلاقيه أيمن، وعدنا الناس، لازم نحل الموضوع بأي شكل. باسم. نعم زيدان. صحكم تتحركوا. ولك العمى شو فاشلين، ما دام نصبتوا هذا الفخ ليش رابطين المخلوق اولاك؟ لك انتوا ما بتخافوا الله منوب؟ فوه على شواربكم. الواطي راسم وين اولاك؟ ها لا تحكي كتير ولك، فكوا المرة. راسم اغا قال جنازتهم قبل جنازة هاي المرة. أنا بورجيكم يا بلا. تركونا بحالنا ولك؟ ولك أنتو رجال؟ ولك شبكون أنت وياه تصرفوا مثل الرجال ولك؟ فك المرة ولك، خدوه. إيدك عني. أولاد. وأخيراً نجت ماما. ماما وينه بابا؟ تعال إبراهيم، بابا شوي مشغول يا روحي، ما رح يقدر يجي. خالو، أنا كمان فيني أنشد معكم؟ طبعاً حبيبي، طبعاً فيك، ليش لا يا روحي؟ يعني أنا يا خالو بدي أكون بعيد المولد النبوي؟ ورح تنشد معنا كمان. شو يعني عيد المولد؟ يعني عيد مولد نبينا محمد عليه السلام. مين هو؟ أنت ما حكوا لك عن نبينا محمد؟
يلا يلا لشوف، بكره بتشرح له، هلا صار وقت النوم. نوم شو يا؟ كنت بدي العب لسه. يلا يلا لشوف. اكيد هلا بتكونوا جوعانين، شو رايكم احط لكم تاكلوا؟ ماشي حنان ماشي. يلا لشوف عنه. خلص وقت اللعب، اعطوني الالعاب. انا دائما بنام مع امي خالتي ديالا، اشتقت لامي كثير. الله يخليكي خديني لعندها. مع الاسف فراس ما بقى ترجع على السجن بعد اليوم، بس يمكن امك تطلع وهي بتجي لعنا. بعرفها هي ما رح تجي، ما رح تجي. أنا كمان كنت مفكر هيك، دعيت لله كتير وإجت ماما. أنت كمان ادعي، اطلب من الله، أما كمان رح تجي الدعاء. بس أنا ما بعرف كيف بيدعوا الناس. أمك ما علمتك أبدا كيف تدعي؟ ما فهمتك؟ أنا بعلمك إذا بدك. تعال لعلمك يا فراس، بالأول دعاء قبل النوم. ليك أول شي رح تقول هيك: نمت يا ربي أنت فيقني واحميني بنورك يا ربي. لما بتفترق الروح عن الجسم أنت تولاني بالإيمان والقرآن. يلا يا حلوين تصبحوا على خير اتنيناتكم. يلا لشوف عالتخت. يلا أمي يلا لشوف. وهلا رح علمك دعاء الأم. رح تفتح إيديك هيك؟ هيك يعني؟ يا ربي يا ربي كرمالي تبعت لي أمي. يا ربي كرمالي تبعت لي أمي. أنت الوحيد اللي بتقدر تبعتها. أنت الوحيد اللي بتقدر تبعتها. دخيلك يا ربي كرمالي تحمي أمي وحبها. دخيلك يا ربي كرمالي تحمي أمي وحبها وحبها. آمين آمين. ماما حبيبتي، ماما وينك؟ اشتقت لك. شو عم تعمل حبيبي؟ عم دور على امي بس ما عم لاقيها. قلت لي انها رح تجي اذا قريت لها شعر، بس ما اجيت. بس انت لسه ما قريت لها شعر اصلا يا روحي. اقرا لشوف، رح تشوف وقتها انه امك اكيد رح تجي ورح تلاقيها. ما دام هيك ماشي، رح اطلع واقرا. يلا لشوف. حبيبي النبي، انت الجميل ومنك القوة، يا واسع الافق يا رسول الله. انت الوحيد الذي على ألسنتنا، انت يا صاحب الافق، انت سلطان الناس وحبيبها، ودواء لارواحنا وروح لارواحنا. انت هو النبي العزيز، الناس محتاجون لك، وقدميك تاج على رؤوسنا، واسمك شفاء لدائنا. انت ايها الرسول الحبيب، بكيت من اجل امتك، وربطت الصخور على معدتك، وكافحت سنين طويلة. أنت النبي الرحيم قوي، الدنيا لاقت بك الخلاص، والمدينة ابتهجت بك، والقلوب امتلأت بالإيمان،
وأصبحت بحورا يا نبينا. انقذت البنات من الوأد ورفعت الظلم عن الناس، فنيت نفسك يا رسولنا من أجلنا ومن أجل الحق. كلنا فداء لاسمك من أجلك أنت فقط، أنت يا حبيب الله، أنت الحبيب يا رسول الله. فراس أمي، ابني فراس حبيبي، ابني. ماما حبيبتي اشتقت لك كثير. وانا كمان يا روحي، انا كمان يا حبيبي. اجيت كرمالك لانك عم تقرا شعر حلو، كرمال هيك تركوني اجي لعندك. انا حبيت اللي عم تقوله كثير يا فراس. ماما، امي حبيبتي. ماما شو صار فراس؟ لا تكون شفت حلم. فراس انت لوين رايح؟ ماشي كثير منيح عبدو، سلم ايديك. انت جمالي هالولاد هنيك ونحن جايين لعندكم. عبدو لا مكاني اختي، خلينا نروح فورا، الولاد منتظريننا هنيك، ما ضل معنا وقت. يلا ماشي ايمن. ديالا كرمال الله تتماسكي بقى، طارق رح يتعافى، كل هذا الدعاء وبدك يا ما يتعافى؟ الله دخيل اسمه رح يعافي لك يا، تماسكي بقى يا ديالا وديري بالك على صحتك بقى. خالتي ديالا، خالتي ديالا. خير شو صار فراس؟ انت منيح يا روحي؟ انا كمان بدي اقرا لكم شعر ليلة الاحتفال لعيد المولد النبوي، أنا كمان بدي أقرأ لكم شعر. خير فراس، من وين طلعت لنا بهالفكرة؟ شفتها بالحلم، في شيخ بلحية قال لي إذا بتقرأ شعر أمك رح تجي لعندك. أمي إجت خالتي ديالة، لما شفتها حضنتها بقوة بس فقت من النوم وما قدرت بوسها. طبعاً حبيبي ممكن تقرأ لنا، تقدر تقرأ الشعر اللي بدك إياه، وكمان إبراهيم رح يساعدك مشان تحفظ كم قصيدة من عنده، مو هيك ابني؟ أنا بعرف الشعر ورح أقرأ بالعيد. هذا الشعر علمني إياه الشيخ صاحب اللحية البيضة. حبيبي النبي أنت الجميل ومنك القوة، يا واسع الأفق يا رسول الله، أنت الوحيد الذي على ألسنتنا، أنت يا صاحب الأفق، أنت سلطان الناس ودواء لأرواحنا وروح لأرواحنا، أنت هو النبي العزيز، الناس محتاجون لك، وقدميك تاج على رؤوسنا، واسمك شفاء لدائنا، أنت أيها الرسول الحبيب. بهيك وقت بتعرفوا هاي الفعاليات شو ممكن تعمل بالناس يا أغبياء؟ رح يقرب الناس من بعضهم مرة تانية لسنين طويلة، والشي الوحيد الرابط بين هدول الناس هو الدين. الدين هو الحبل القوي اللي بيربط الأتراك بالأكراد. سر استمرار الحرب بين الأتراك والأكراد هذا الحبل، يعني لازم نبعد عن الدين بأي طريقة. من 30 سنة ونحن على هاي الأرض عم نحاول إنه نبعد الناس عن المزارات اللي هون وغيرها من المناطق الدينية، وكمان على أرض مليان فيها الإسلام عم نمحيها. وأنتوا على الرغم من جهدنا كله بهذا الموضوع تتركوا القائم مقام ومرته كمان يدمرونا كل شيء بهالسهولة. حملوا حالكم روحوا فورا ولا تسمحوا لهذا الشيء إنه يصير. ميسون أنت اجمعي لي الطلاب فورا، عملي لهم شيء تاني غير هاي الفعاليات، فيلم، سينما، مسرح، اللي بدك يعملي. عدنان انت كمان روح على التنظيم،
خليهم يضايقوا الناس. وكل الاولاد اللي راح يشاركوا بهالفعاليات راح يشتكوا لاهاليهم. لا تتركوا وراكم اثر، لانه صعب نطلع من هالقضيه. هذا الشعب ما وصل للمستوى اللي يقرر فيه عن نفسه ابدا. اي درمان صباح الخير يا اولاد. صباح النور استاذ. عدوا حبيباتي عدوا. وهلا حسن مو موجود؟ وينه حسن؟ ما اجى استاذ، ابوه ما سمح له يجي. وين ساكن ايمن؟ نحن منروح منحكي مع ابوه. ضيعت راسم اغا. طيب خلي الاولاد يشتغلوا، نحن منروح منحكي مع ابوه ومنعزم كل الناس على عيد المولد النبوي. بالاساس نحن رايحين لهنيك ومنخلص هاي القصه. ماشي مثل ما بدك، انتوا كملوا شغلكم يا اولاد. يلا نحن بننشر بالاول وانتوا ردوا ورانا. وفي اختي وفي شوي. لك حليمه شو عم تعملي هون؟ اذا حدا شافك هون بيقتلوكي والله. تعي تعي معي، تعي تعي لهون. بترجاكي ان شاء الله ليلي. وين ابني باسم؟ راسم اغا عم يستنى شخص اليوم، بس يجي رح يقتل باسم ورح يسلم زيدان للتنظيم فورا. انت شو عم تقولي يا اختي؟ شو اعمل انا هلا؟ كرمال الله تساعديني، رح يقتلوا ابني باسم قدام عيني. انا شو طالع بايدي يا حليمه؟ رجاله منتشرين هون، اذا خطيت خطوه بيصير عنده علم. خلينا نخبر العسكر يمكن يقدروا يساعدوهم، بس اذا وصلوا العسكر شو رح يعملوا هالمره؟ شو اعمل يا اختي؟ قولي لي اختي. روحي قولي لباسم انه امك رح تعمل هيك، اللي بيقوله هو رح اعمله. كلامك صحيح حليمه، انا رح اروح وخبره، وانت ابقي هون واستني مني خبر. طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي. جبت لكم معي اكل حلو. كرمال الله طالعينا من هون يا خالتي. خولة لحالة بهديك المغارة، كيف بدها تدبر امورها؟ ساعدينا ببوس ايدك. انا ما فيني اعمل اي شيء يا ابني، حاطط رجاله بكل مكان. اذا دري هالمره رح يقتلني راسم اغا. بس امك كانت هون، قالت لي اذا ضليتوا هون رح تموتوا، وقالت اذا باسم بيقبل رح تخبر العسكر. لا خالتي اصحكن، قولي لامي لا تعمل هيك شيء ابدا. بمجرد هني ما يمسكوني البلا عدنا رح يقتلني هنيك. هذا الحكي مزبوط يا خالتي، والله بيموتوا بلحظتها. لكن شو نعمل يا ابني؟ نتركن يقتلوك؟ الظالم هالمرة هيك ناوي. لا تزعلي خالتي لا تزعلي، أكيد رح نلاقي حل، أكيد بإذن الله رح نطلع من هون. خالتي اسمعيني منيح، بعتي أمي لمقر زيدان، خليها تروح لعند خولة البنت من مبارح لحالها، بتكون جنة هلأ. وقولي لأمي لا تشغل بالها أبدا ولا حتى على زيدان، رح نطلع من هون. ايه انا كمان هيك قلت، انتوا بس فكروا بحالكم، شو بدكم تعملوا؟ الله كبير يا خالتي الله كبير، نطلع من هون. ايه باسم طول بالك، رح نطلع. شو بدك نعمل راسم اغا؟ طول بالك شوي، لسه ما قدرت أوصل لمروان، ما بدي أعمل أي شيء من دون ما أرجع للتنظيم. يمكن واحد من رجال راسم شافني هلأ، ما بعرف كيف تخبيت منه. حليمة باسم بيقلك مشان تروحي بسرعة، خولة لحالة بالجبل من مبارح لحالة، بتكون خافت ليقوم يصير لها شي. قال لي خليها تروح لعند خولة، نحن كمان جايين ولا تشغلي بالك عليه أبدا. لا أختي
كيف بدي روح واترك ابني باسم بين ايدي الراسم؟ انت اسمعي كلام باسم يا حليمي، احسن شيء انك تروحي. كلام ابنك مظبوط. شو اعمل هلا؟ قولي لي شو اعمل؟ اذا رح يهربوا هلا رح تربطي ايديهن ورجليهن يا اختي، وما رح يتركوكي الك كمان. احسن شيء تروحي قدامهم لمغاره زيدان، هيك ما رح تبقى خوله لحالها ولا رح تكوني ابدا حمل على باسم وزيدان هون. طيب بس كرمال الله ما يصير لهم شيء يا اختي، كرمال الله سعديهم. وحياتك لاعمل يلي بقدر عليه. أنا شو قلت لك يا مرة؟ كم مرة صرت كاسرة كلمتي؟ أنت عم تلعبي معي يا واطي ها؟ يا فجرة! ولك اجمع رجال، روحوا الحقوا على هالكلبة وقتلوا خولة وحليمة، فهمت علي؟ ماشي يا أغا، امشوا معي. والله لموتك يا حيوان، أنت موتك، ولك عم تهينيني. اضرب راسم أغا اضرب، أكيد رح يجي يوم وحدا يحاسبك بنفس الطريقة. لا تحكي لك، أنا مين بيقدر حاسبني؟ ما بتعرفي مين أنا؟ ها؟ حيواني. ألو شو؟ مروان انصاب؟ تمام كابتن سوسن، أنت تعي وخدي هدول الكلاب. امشي ولك امشي، والله لموتك يا خاينة، امشي امشي. وقف عبدو، خلونا نسأل هدول الجماعة. السلام عليكم يا خالتي. عم ندور على بيت حسن بلوت، وين بيكون؟ ولك انت شو عم تعمل؟ انا مو قلت لك لا عاد تسمع كردي؟ انت بدك تبهدلنا؟ بدك تقضي عمرك كله بالسجن يعني؟ بابا انا شو عملت؟ ليش لحتى يسجنوني؟ هي انا شهيد. هي اسمها مسخره. انت ما بتعرف شيء، بس لأني حكيت كلمتين كردي ما بتعرف شو صار فيني يا ابني. وش البلا والغضب عدنان ضربني بالقشاط وتحت المي المجمدة، تركني جوعان وعطشان. قلت له أنا شو عملت؟ ليش عم تعمل هيك؟ قال لي إذا رح تحكي كردي مرة تانية بيجي وبأوصك ببيتك. أمي الله يرحمها ما كانت بتعرف تركي، من الخوف ما قدرت أحكي معها كلمة، لأني بعرف هذا الظالم عدنان بيعمل اللي بيقول عليه. وانت هلا عم تقول رح انشد اناشيد دينيه وبالكرديه كمان، انا متت شي؟ ما رح اسمح لك تقرا شي بالكردي ولو على قطع راسي. ليك شوف طلع منيح هذا الجرح لاني حكيت بالكردي، اذا ما بدك يكون عندك هيك جرح اصحك تحكي كردي بحياتك، عم تفهم علي؟ هلا اسكت، والله هدول هن، لا تحكي كردي ها، كله تركي ما في كردي. بابا ليكونوا اجوا ليأخذوني، والله ما حكيت بأي مكان بس حكيت بالبيت. خير يا اختي، على مين عم بتدوروا؟ على الاغلب حضرتك امه لحسن. اها انا مدامة القائم مقام. صوت حسن كتير حلو، وكنا عم نشتغل مع الولاد لحتى ينشدوا أناشيد اليوم بالليل، بس الطلاب قالوا لي إنكم ما سمحتوا له. شو بيعرفني؟ إيه ما سمحت له وما رح أسمح له كمان.
أول شي رح تخلوه ينشد بالكردي، وبعدين رح تقولوا ليش أنشدت، وبعدين على العذاب بالسجن. ما تأخذوني يا جماعة، ما رح أبعت ابني. ما بيعرف كردي بنوب. لك يا أخي، أنا بكون أستاذه وما بسمح بهيك شيء أبدا. بعدين الشيء اللي عم نعمله مو عيب. لك أخي، أنا قلت لأ، ما فهمت علي يعني؟ أنا هيك لا سمعت ولا شفت. يلا أخي، الله معكم. بس بابا. اسكت ولا فوت لجوا. يلا تفضلوا على أشغالكم. شو رح نعمل هلأ؟ ما فينا نعمل شي بنوب. الظاهر إنه في حدا تاني وصل قبلنا للمنطقة، وهلأ صار دورنا. يلا رح ندق باب ونعزمهم. أنا شو أعمل؟ أنت روح من هديك الجهة ونحن رح نروح من هديك الجهة. أغا، مرته للقائم مقامه، أخوه عم يدقوا على الناس هون وعم يعزمون على عيد المولد النبوي. بلا يا لأنه وكان بدون بواب، ها؟ أخذوا اسمي بالأول؟ رح تدفع تمن اللي عملته يا لازم أغا، والله رح تدفعه. الكل يجتمع بالساحة فوراً، فهمتوا؟ انتوا يا شباب روحوا من هون، وانتوا تعالوا معي، رح ننزل لتحت. ماشي؟ تفضلي يا اختي. اختي، بالليل في احتفال بعيد المولد النبوي، رح تجي معي؟ ايه رح اجي ان شاء الله. رح نستناكم هنيك، ايه؟ لا تنسوا. اختي اركضي شوي، يلا بسرعه، يلا بسرعه بسرعه. اوام يلا يلا اختي يلا. امشوا لك، يلا تحركوا. يلا يلا اجمعوهم لشوف. يلا خفوها بسرعه. يلا لقدام. يلا تحركوا بسرعه انت وياه. عم بعيونك. يلا لقدام. يلا امشوا امشوا. يلا امشوا امشوا لك. شمع هون، وقفوا هنيك لشوف. اللي وينون؟ عندي بالبيت. ما بدي اسمع صوت. انت وصلها على البيت. امرك يا اغا. يلا انتو الثلاثه تعوا معي. بعده هيك لشوف، بدي اخذ الفوارغ. ابنك راحت باسم، وراسم اغا بعت وراها رجاله. استعجلوا شوي، والا خوله وحليمه رح يموتوا وما رح تلحقوهم. شو هالحكي يا خالتي؟ تمام خالتي تمام. يلا كم شخص في برا؟ في 4 اشخاص. تسلمي، الله يخلي لنا اياكي ويوفقك يا رب. كنتي منيحه معنا كثير. انت روحي هلا بلا ما يحسوا فيكي، نحن منحل الباقي. خالتي كيف بدكم؟ لا تشغلي بالك، ما رح تقدروا عليه. اعملي اللي عم قلك عليه خالتي، اللي بقول لك عليه وبس. يلا هلا اطلعي. يلا الله يكون بعونكم. الله يخلينا اياك يا خالتي، الله يكون بعون الجميع. يسلموا يا خالتي. باسم فوتي معي لهون، فوتي. أيمن شو رح يصير؟ شو بدنا نعمل هلأ؟ ألو كابتن يوسف، نحن بضيعة رازم آخا، الإرهابيين هجموا على الضيعة. ما حدا من الضيعة رح يروح على احتفال المولد النبوي. كل المناسبات الدينية ما لنا علاقة فيها، فاهمانين؟ كان في هيك سخافات بالماضي، هي من ألاعيب الدولة، كلها كذب ومضيعة وقت. أيمن شو بدنا نعمل؟ أغلب الطلاب من هي الضيعة. إذا بكل مكان عملوا نفس العملية البشر رح يخافوا وما رح يجوا. وقفي يا أختي وقفي، اهدي شوي. لازم نفكر نطلع من هون بالأول. وبالنسبة لعيد مولد النبوي، إن شاء الله هالحفلة ما رح تفشل أبداً. إن شاء الله.
يلا بسم الله. يلا يلا تعلم هلأ مني. ساعدوني ولك ساعدوني ولك ساعدوني ساعدوني. لك هذا طلع كتير خروق. زيدان خلينا نستعجل وإلا رح يقتلوا خولة وأمي. اسكت هلأ في حدا جاي تخبى منيح. استغفر الله هذا الرجال ليش ما رجع؟ خد سلاحه بسرعة خده. يلا يا شريك يلا انت جاهز؟ يلا ماشي يلا. باسم خلصنا منهم يلا يلا. لك هدول من وين طلعوا كمان؟ بهديك الجهة استعجلوا يلا يلا بسرعة بسرعة. زيدان خلينا نسحب نحن ما راح نقدر عليهم والله بيقتلونا. شو هالحكي لك؟ خلينا نشوف وين بدنا نروح. راح نروح من هون يلا. مدام هيك روح روح يلا 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 بسرعة. انتوا روحوا اقتلوا هدول اثنين يلا بدي اياهم مقطعين ولك يلا اركضوا حقوهم بسرعة. الشرطة جاي بسرعة. الشرطة جاي. مفهوم تمام. الله يلعنون. يلا تراجعوا خلونا نروح يلا. لك شو صار لهدول؟ ليش ما عم يلحقونا؟ انساهم هلا زيدان يلا نروح يلا امشي بسرعة بسرعة. خولة خولة انا اجيت وانا كابنتي ردي علي. خولة خولة ماما ماما حليمة انتي قليلي انتي كيف وصلتي لهون؟ باسم قال لي على مكانك اجيت اكد. وباسم باسم ليش ما اجا؟ راسم اغا نصب له فخ يا خولة. بس لا تخافي خالتك قالت لي انه رح يهربوا رح يهربوا رح نكون مع بعض مرة تانية. عنجد؟ ليكن هنيك يلا نخلص عليهم امشوا. يلا عبدو شغل السيارة. أيمن نحن راجعين وإيدينا فاضية. شو نعمل يا أختي؟ نحن عملنا اللي علينا. حسن كان أفضل واحد بالكورال بس بالنهاية بيرجع الشغل لرب العالمين. وبالولاد اللي عنا رح نعمل برنامج حلو كتير. يلا تيالا. يا رجال ليك شو هاد تركوه قدام الباب؟ ليش شو هاد؟ والله ما بعرف. هدول بيكونوا تنظيم الله أعلم شو فيها. لا ما بيشبه صروف التنظيم أبدا. اقرأ الآية 56 من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله.
في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. دخيلك يا ربي. خلينا نبعث هالولد يا رجال، شو في أحلى من هيك؟ الشيخ يعقوب على سنه رمح إجا وترك على بابك هذا الظرف. ما بدي نظلم حالنا وابننا يا رجال. معك حق والله، أصلاً ما عنا غير نبي واحد يصبرنا على هي الدنيا الكذابة. كرمال هيك رح أبعث الولد يا مرة. ليش دائما خوف وخوف من كل شيء؟ حتى لو عدنان حط سلاح براسي بالأساس ما عم نعمل شيء، بس هالمرة ما رح خليهم يمنعونا أبداً. حسن، حسن. نعم يا أبي. لك يا حسن، جهز حالك، رح تشارك بالمولد، رح قل له لأمين لحتى يوصلك بالسيارة لهنيك. تمام؟ تمام بابا. يلا. شو قلت؟ كيف يعني البرنامج مستمر لحديت هلا عدنان؟ معقول هذا الكلام يصير؟ وبالمنطقة عنا كمان؟ شو نحكي للجهات اللي فوقنا؟ شو بدنا نقول للي أكبر؟ كلياتنا رح نخسر مواقعنا. نحن ما لاحظنا يا سيدي، الموضوع صار بسرعة، كأنه الجنية اللي عملوا كل هذا الشيء قام مقامة أوص وعلى وشك إنه يموت، بس الموضوع ماشي وكأنه موجود. روح وقف السيارات عند مدخل ومخرج المنطقة، منكون قللنا من المشاركين. وخبر التنظيم كمان خليهم يهجموا الليلة. سوسن رح تهجم الليلة لهنيك، مفهوم؟ وإذا بين إنه هن اعتدوا الوضع أفضل. خلونا نحن ما نتدخل. أمرك سيدي. يلا روح. يلا لشوف إنه رجعك مرة تانية لوظيفتك ما كانت بهالسهولة يا جواد. طبعاً يا جواد، كل هالجهود اللي عملتها مشانك إلى مقابل، مو هيك؟ حتى إلى مقابلين كمان. تفضل. أول شيء رح أطالع مروان من المستشفى، والمرحلة الثانية رح أتأمل لجماعتنا دخولهم على المنطقة بسهولة. ما فيني أعمل هيك شيء أبداً، رح يكون في ناس كتار ممكن يموتوا. ليك جواد، أحياناً كرمال الأمور تمشي بسهولة لازم يكون في ناس جاهزة لتموت. هذا واحد من قانون الطبيعة. أنت بهذا العمل رح تكون خدمت وطنك. عفواً أنا، لا ما فيني سيدي، ما بقدر أعمل هيك شيء. أنا بحبك كتير وأنت بتعرف يا جواد. هدول لمرتك، حتى مو لصالحك يوصلوا للإعلام، مو هيك؟ تمام، أنا موافق. Ha, ha, ha.